أهمية تبني وتطوير التقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الناشئة تكمن في أنه لها استخدامات حقيقية ممكن أنها تخلي حياتنا أبسط وأيسر وأسهل كبشر. أيضا ممكن أنها من ناحية الجانب الحكومي ممكن تخلي إجراء المعاملات الحكومية أقصر وأقل تكلفة. بالنسبة للقطاع الخاص هذه التقنيات الناشئة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ممكن أنها تقلل من تكاليفه وتزيد من إنتاجيته وتزيد من ربحيته. فالتقنيات الناشئة لها فوائد للقطاع الخاص للقطاع الحكومي وعلى مستوى حياتنا الشخصية أو حتى للمؤسسات المجتمع المدني. فأهميتها اليوم وأهمية منتدى التوجهات الرقمية اليوم أنه وضع مثل بداية خارطة الطريق لمرحلة نؤسس فيها كيف أن نحن نعد كفاءات المستقبل اللي تفهم كيف نحن ممكن نستفيد من البيانات بصورة أفضل، تضع تعريف للذكاء الاصطناعي وكذلك تفيد كافة هذه الجهات المختلفة.